ولما بلغ يسوع 12 سنة صعد به يوسف ومريم إلى أورشليم لأجل عيد الفصح. كان ينمو في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. مرة واحد من أصدقائي سألني وقال لي ليه الإنجيل صمت تماماً عن أول 30 سنة في حياة المسيح، ما تكلمش غير على آخر 3 سنين ولا نعرف أي حاجة عن سنين طفولته وشبابه كل 30 سنة. وبعدين ضاف وقال لي هل فعلا المسيح زي أنا ما بسمع راح الصين وتعلم البوذية؟ عايز أقول للي سألني السؤال ده وكل اللي بيفكر في السؤال ده، كتابنا المقدس كتاب تاريخي وليس كتاب تاريخ. تقول لي إيه الفرق بين الكلمتين؟ لما أقول كتاب تاريخي يعني كل المعلومات التاريخية اللي موجودة فيه سليمة، لكنه مش كتاب تاريخ، إن اللي قاعد يكتب مش مؤرخ لازم يكتب لي تفاصيل التفاصيل أبدا. يعني مثلا أبونا آدم لما نقرأ قصته في سفر التكوين عاش 930 سنة، أنا أتخيل إن هو خلف بتاع 700 عيل. كل الكتاب ما كلمناش غير عن قايين وهابيل وشيث، طب فين الباقي؟ اتخيل لو هيكتب على 700 يكتب قد ايه؟ لما اجي لحياة المسيح اقرا معايا الكلمات دي من فضلك في يوحنا 21 اي 25، يقول واشياء اخر كثيرة صنعها يسوع، ان كتبت واحدة واحدة فلست اظن ان العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. متخيل؟ انا عايز اقول لك تفاصيل يوم واحد في حياة المسيح محتاجة مجلد وأكتر من مجلد. علم قال إيه؟ مين اللي شفاهم؟ عمل إيه؟ اتصرف إزاي؟ إلى آخره، يوم واحد. طب أمال على أي أساس كتبوا اللي كتبوه بالنسبة للمسيح؟ بص معايا في يوحنا 20 وآية 30 بيوضح، يقول وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. يعني كان في هدف واحد عايز يوصله لنا، إن المسيح هو الله وإن تكون حياة لينا حياة أبدية لما نؤمن بيه. ده كان الهدف. عشان كده لما بدأوا يسجلوا سجلوا قصة ميلاده المعجزي، سجلوا إزاي المجوس جم وسجدوا قدامه، سجلوا ازاي النبوات بتتم بتاعت العهد القديم، سجلوا قصة معموديته، سجلوا تعاليمه، سجلوا معجزاته، سجلوا قصة الآلام والصلب. ده اللي كان يهمهم اللي يسجلوه عشان يوصلوا للهدف اللي عايزين يوصلوه، مش يحكوا كل التفاصيل. في النص جاي أكتر من لمحة عن لما كان صغير وكان في الهيكل ورؤساء الكهنة والشيوخ بهتوا من معرفته العجيبة. ده تسجل في النص، لكن ما كانش هو ده الغرض ولا كان هو ده الهدف. أما عن السؤال اللي يقول طب هل راح الصين؟ دواه ما عندناش أي دليل إطلاقا يقول إنه راح الصين، ولا كان محتاج يتعلم البوذية لأن هو لوحده معلم الأجيال. ده هو المسيح مذخر فيه جميع كنوز الحكمة والمعرفة. المسيح وتعليمه أسمى بكتير بكتير من بوذا والبوذية. خليني أسألك شوية أسئلة. هل الرب يسوع أخد عن البوذية معجزاته؟ هل أخد عن البوذية القدرة على إقامة الموتى؟ هل وقف قدام قبر لعازر قومه بقوة بوذا؟ يوم ما أقام المرأة المنحنية، يوم ما شفى نزفة الدم شفاها بسلطان بوذا؟ ولا هو كلي الحكمة كلي القدرة كلي السلطان؟ هل أخذ القدرة على إخراج الشياطين من بوذا؟ هل بوذا صلب من أجل شعبه؟ هل بوذا قام من بين الأموات؟ يسوع فريد وسيظل فريد. صديقي، قصة يسوع اتسجلت بقصد واحد بس، ان نتأكد ان هو الله وان تكون لنا حياة أبدية لما نؤمن بيه. هل تؤمن؟ الرب معك.